بملكه وإذن خلفائه يدخل هذا البيت. فكونوا ملائكة الله يعواني وكونوا أنصاري حتى أدخل هذه الروضة المباركة وأدعو الله بفنون الدعوات وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة بالطاعة. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن علي ولي الله. صلوات اللهم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.